بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كلكم دايرين بخير؟ غيبة هذه راح نولي نعاود. المهم، بعد المستجدات في الملف، وبعد جديد مكان في القضية ديالي. مرحبا بالجميع، ونتمنى هذه الرسالة توصل للمسؤولين والناس ديال اللي باغيين الخير لهذه البلاد هذه. المهم، كما قلت، اخر المستجدات وهي انني زرت محكمة الاستئناف. بانني كما قلت زرت محكمة الاستئناف بوجدة، قصر العدالة، بما يسمى بقصر العدالة، وزرته. مشيت كنسول على الملفات ديالي. الملفات ديالي تكون كتصرتهم المحكمة. الملفات ديالي كاين شي ايادي خفية كتلعب بيهم، واش كيستروهم ولا كيدسوهم ولا باغيين. بعض الناس كيقول لك عطينا الارقام باش نقلبوا المساعدات الاجتماعيه ولا، وكيقول لك هو نورمالمون الطاب السميه في الانترنت والاف سي ار يطلع لهم كاع واش الملفات ديالي، ولكن هما كيقول لك لا عطينا الارقام. وكان تلاعب، وكان شي ملفات كانوا عندي في شي اماكن ما لقيتهمش، كيقول لك راه ما كاينينش وما كيبغوش يقلبوا عليهم. وبعد الملفات بعد الملفات كي شكرا خويا اللي طلعتو دابا، اللي راكي تصيفط لي، شكرا لكم. كيما اللي صرا مصيفطو في اللايف. المهم، كيما قلت بانهم بعد الملفات ما كاينينش. بعد شي هضره كنت كنقولها، قلتها للسيد الوكيل العام للملك، دخلت عنده بمشقة الانفس وقلت له شي حوايج، وشي وحدين واش كانوا يسترقوا السمع ولا شي واحد كيحرض عليا. كيبقى هذيك الهضره اللي كنقولها بيني وبينه كيقولوها لي، كيقولوها لي ناس في الزنقه من كنجي فايت في مدينه وجده. كيبقاو الناس يقولوا لي هذيك الكلام بحال اللي كيبغيو يعيبوني به وكذلك. المهم، كما قلت في المحكمه، بعد الملفات اللي كنت كنرسلهم وكنشكي بالاطباء، وكان اللي ما داروش خدمتهم، واللي زوروا الخبره الطبيه، واللي المهم اللي كانوا مندسين وتهما بغاو يردوا رسالة من طرف في الملف، ما بغاوش. كما قلت كنت كنشكي بهم. هذيك الملفات كاملين كانوا ما عرفتش كل اللي راه يدسهم لي، راه يهز واش راهم يهزوهم كاع ولا راهم غير داسينهم. حتى الا شافوا شي ضغط من المركزيه من الرباط عادي يخرجوا هذاك الشيء ويبينوا الحقيقه. المهم، كان تلاعبات. كنت ماشي محكمه هذه بيار، غير اي واحد يجي، اي سمسار يجي يتلاعب بيك، اي واحد يجي يبقى يحشي لك الهضره بالمعاني. الله يفرج عليك خويا محمد، الله ياخذ الحق. اللهم امين خويا خالد، الله يحفظك. المهم، كما قلت كاين تلاعبات كبيره في الملف ديالي. ودخلت عند السيد الوكيل العام الملك، حكيت له ما جرى، وكنتمنى يخدمني الملف ديالي وامر باعتقال هاد الجهونات اللي حتى المحاضر ديالهم في الاول كانوا كيمسحوا الموس في شي واحد، من بعد تزورت ولاو كينكروا، من بعد حتى هذوك الملفات خفاوهم على الوكيل العام، وخفاوهم على الناس اللي باغيه تبحث في الملف ديالي. المهم، كما قلت، اتمنى الزجر والضرب بايادي من حديد. والناس بزاف اللي كتلعب بيا، واش كيستناو حتى توقع شي حاجه شي فضيحه، غادي يقول لك واو كان علمتنا وكان درت القانون. احنا درنا القانون، هما يتلعبوا بينا. مع 2015 وانا كندير في الشكايات وكنراسل وكنناشد واناشد مسؤولين واناشد بزاف ناشدت، وبعد الناس عاد كيبقاو ملي كيشوفوني ناشد كيبغيو يعيبوني يعني بهذاك الشيء اللي ناشدتو. يعني كيقول لك يردوك انت راك زعما راك تطلب من هذا وتطلب من هذا، ولكن لا ياخذ الحق، واللي فيه الخير لا يعاون. وحنا ما حتى شي جهه اللي باغي الخير للبلاد لا يعاون، واللي باغي الشر ليها ولولادها لا ياخذ فيه الحق. وحسبي الله ونعم الوكيل. وكما قلت هذوك المتواطئين، النواب اللي في النواب متواطئين، وكذلك اطباء، وهذه ما تحركت فيهم حتى شي اجراء. وكذلك حتى بعض المسؤولين اللي كانوا في الداخليه مسؤولين ومتواطئين، ما استمعوا لهم اعوام، ما استمعوا لهم، ما دار حتى شي حاجه في حقهم. وكما قلت كذلك ما نساوش حتى واحد السنوحي ديال وقيلا في ديراليه اليسار الديمقراطي،
هو من الحزب ديالهم، كنت كنراسلو ملي بداو المشاكل ديالي، وكان كان يقول لي غادي الادله، كيقول لي لا ما يهموش ما تنفع في المحكمه. المهم كان يزرزرني يزرزرني يزرزرني، حتى كان تفاجئ، كنت تفاجئ به. سبتني واحد النهار قلت له فين جديد في الملف ديالي، مشيت عنده قعدت على الرباط عاد ما تلاقيتش به. المهم كان تفاجئ واحد المره تسبني وما بغى يدير معايا والو، واش حرضوا شي جهه ولا ما عارف. المهم اللي قال لي تحرض ولا كان له يد في هذا الملف، لا ياخذ فيه الحق. وبعد الناس اللي كنت كنتاقدهم في الفيديوهات، ولا حتى كنلقى الفيديو كيطير، ما عرفوش كيطيروا بالسينيال ولا ما ولا غير كي ولا كي يديروا شي كاي، الله اعلم. شكرا لك خويا اللي راه دير لي. المهم كما قلت كان 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 كنلقى 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 عراقيل كبيرة، كنمشي كيبقاو كنلقى عراقيل كبيرة في المحاكم، ما عرفتش واش راه واقع. حاشا الناس المزيانين، كاين شي ولاد الحرام حاشاكم، كما يبغيو تلعبوا لي بالملفات يمسحوا لي هذه، ما يبغيوش يبينوا لي الشكايات، ما يبغيوش يبينوا لي الملفات ديالي. المهم تلاعبات كبيرة يعني. كنتمنى من السيد النبوي راه اليوم تولى رئيس المنتدب ضد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كنتمنى يزجر ويضرب بايدي من حديد، راني يعني شفتو عدة مرات، وأتمنى فيه الخير. أتمنى أن باش الملف ديالي ياخد المجرى ديالو الصحيح، ويتحاسبوا هادو اللي راهم يتحاسبوا هادو اللي راهم يغطيو عليهم. ودرك واحد ما يغطي على واحد، واحد يغطي على واحد والضحية هو أنا. واش كيدعوا لنا بلاد الحق والقانون؟ كنتمنى الحق ديالي يبان في هذا الشيء هذا، في هذا المجرى هذا. والسلام عليكم. وغادي مهم. الحمد لله منجي المؤمنين مهلك الطغاة والجبابرة المتكبرين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إليك الشكوى وفيك الرجاء. وكذلك بعد من البوليس وأشخاص في النيابة العامة، مع بطبيعة الحال ماشي كاملين، كان الشرفاء وكانوا الناس اللي باغيين يخدموا ويزيدوا يزيدوا مجيبهم، بصح كاين ولاد الحرام اللي يستغلوا الفلوس ديال دافعي الضرائب، أموال الضرائب، ويتخلصوا برزقنا، وفي التالي يتفتحوا في الوطن الفارهين، وما يديروا والو، وما يعاونوش الناس المظلومة. بعض من البوليس وأشخاص في النيابة العامة وأشخاص في الجمعيات الحقوقية وغيرها كيستغلوا قوانين باش يحميوا المعتدين والمتاجرين في البشر ضد الضحية، رجل أو امرأة أو طفل. والكل سيتكالب عليك ما عدا الرجال والشرفاء، وهذا تشجيع منهم للجونات وبعض الجهات. دير واش بغيت من جرائم، وارواحوا نزوروا المحضر ونعاونوكم، نمنعوكم من الحساب ومن المحاسبة. وإذا كان الأمر متعلق بدفن الأبرياء في السجون، نوليو أكبر المدافعين، أكبر واحد مدافع عن الضحية. إلا بغاو في شي واحد الخدمة غير على شي حاجة بسيطة، يصيفطوه بسنوات من السجن. ولكن إذا كان الأمر متعلق بالحقيقة وملف ما غير مطبوخ، هما كيزرزروني كي من سرق بيضة يعدم، ومن سرق الدجاجة كاملة من فيلا لفيلا ومن مكان ليكلمه. كما قال أحمد مطر، يكذبون بمنتهى الصدق، ويغشون بمنتهى الضمير، وينصبون بمنتهى الأمانة، ويخونون بمنتهى الإخلاص، ويدعمون أعداءهم بكل سخاء، ويدمرون بلدانهم بكل وطنية، ويقتلون إخوانهم بكل إنسانية. وعندهم مناعة ورفض في تطوير الذات. يعني يدير راسو راه يتعاون معاك مزيان، وهادي هو راه يهرسك. سلام خويا، ممكن تشرح لينا شنو المشكل ديالك؟ يونس ال ام كا خويا، راني شارح عدة مرات المشكل ديالي، نضلت نهضر عليه. يمكن لك تتبع الفيديوهات اللي راني فايت دايرهم، تبع في الفيسبوك ديالي، تبع هذوك الفيديوهات، تعرف واش راه واقع لي. ولا بغيت يعني باختصار بسيط، انني مشيت اتامروا عليا شي ناس وعذبوني في واحد الداخليه ديال الدوله، وكيقول لك سير فين ما مشيت راك ما دي حقك.
هما دايرين في بالهم باللي ما يتحاسبوش، بصح راه جاي النهار اللي يتحاسبوا فيه، اللي فيه الدماء يتهدى. هادو عيينا عيينا، كنقول لهم بعدونا بعدونا بعدونا، احنا ما نصلحوا لكمش، راه هاد الشيخ ماشي مزيان اللي كديروا فيه. عيينا كنصحوهم، ما بغاوش يبعدوني، ما بغاوش يبعدوني. قال لك دير اللي بغيت، دير اللي في يدك ديرو. ومني مشيت ندير القانون ها هما، وكان قتلت شي واحد تما غلط، وكان راني غارق في الحباسات. ودرك ملي كيقول لك لا دير القانون، ما ديرش الشرع يدك. ومين درت القانون ها هما كيتلعبوا بيا من 2015، من 2014 2015 وانا كندير في القانون، مازال ما تحكم حتى واحد، ما تلقى القبض حتى على شي واحد. شهر بمعتصم وشهر، فإن ظهرت الحقيقة يبقى الآثار. يعني كيقول لك شهر بيا، شهر بيا الجهات اللي المضادة معايا، كيقول لك شهر بيا، شهر به وزيد شهر، فإن ظهرت الحقيقة يبقى الآثار. وخايبا باللي هو مظلوم وراه ما دار لا بيديه لا برجليه، كيبقى الآثار ديال هذاك الشهر ديالو. كيقول لك موت انت حي، غير ولادهم اللي يعيشوا وانت حيد. يعني ولادهم وكان تصرى لولادهم شي حاجة بسيطة، حتى واحد ما وكان تصرى لولادهم شي حاجة بسيطة، حتى واحد ما يفوتهم، ويدافعوا على ولادهم ويبغوا لولادهم الخير، ويخدموهم في ويصيفطوهم للدول الأوروبية يقراو. بصح مين جات فينا حنايا هما دمروا لنا المستقبل ديالنا. وبطبيعة الحال حنا اللي خاسرين، واخا نفوزوا بكل معركة. جمعيات حقوقية تحت الطلب، إنها لا تدافع بصدق عن حقوق الإنسان المغربي، فهي تمارس النفاق، لا للنفاق النضالي، غير اللي عنده شهرة النضال الحقيقي، غير اللي عنده شهرة النضال الحقيقي، أنك تناضل مع كل أبناء الشعب. بزاف لا ياخذ الحق. شكرا خويا سعيد، الله يحفظك. لا ياخذ الحق، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كان بعض الجمعيات اللي كتضل نتايا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لهم الدنيا ولا الآخرة، عند الله يجتمع الخصم. شكرا لك خويا يونس للإنعامك، الله يحفظك. في إطار اليقظة الإلكترونية، كما قلت بعض الجمعيات كثيرة في المغرب، جمعيات حقوق الإنسان اكثر ازيد من 30 جمعيه، كيشدوا الملف ديالي ويقولوا صيفط لنا الاجراءات، وصيفط لنا اخر مكان وكل شيء. بالتالي ما كيديروا معايا والو، كيبقاو يتهربوا بالواحد، غير اللي دارها واحد يديروها كاملين، الهضره اللي يقولها واحد يقولوها كاملين. بالتالي بلوكيوني في الواتساب ولا يهربوا، ما يديروا والو من كتوصل يوصلهم الميساج. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. في إطار اليقظة الإلكترونية، أعوام وأنا أنشر وأراسل بدون جدوى ضد المسؤولين المتواطئين، وحتى من اللي كيتنجز شي محضر، وحتى من اللي كيتنجز شي محضر في هذه الجرائم الفظيعة، بحال الجرائم اللي وقعت ضدي. الشرطة كترسل فيش للمسؤولين الكبار، وأنا واش تسترو ولا شنو، وحتى الخبرة الطبية أو بداية حجة تواطؤوا عليها الناس في السبيطارات، وناس في المحاكم، وناس تجيش عليا عباد الله. كما قلت، ناس كتجيش عليا عباد الله، وتواطؤوا في ضد تواطؤوا على القضية، على تواطؤوا على الملف الصحي ديالي، على الخبرة الطبية. ما بغاوش يعطوني شي تحاليل باش نثبت شكون اللي تعدى عليا ولا ضربني ولا اذاني، ولا كان تحاليل كتثبت كل شيء. ما بغاوش يديروهم لي. وناس تواطؤوا نواب وكيل عام ونواب الملك، وتواطؤوا والملف كيتدفن. وهاد المرة أخيرا خرجتهم من الحفظ، أتمنى أن يأخذ المجرى ديالو الحقيقي. إلى ما اتحدنا غادي تجينا نوبة واحد واحد. ياك أخويا سعيد، شكرا لك. كون هاد الناس ضربوني ولا صيفطوني للحبس شوية بعيدة. هاد الناس قاسوني في عرضي وشرفي، وتكلموا عليا بالشينه. هاد الناس ما فيهم موس... ما في ما فيه ما هاد الشيء ما فيهش المسامحه. هاد الناس وكان كانت غير دبزه ولا شي حاجه، تقدر بنادم يسامح يسمح في حقه، ولكن هاد الناس راه داروا حوايج اللي لا تغتفر.
هاد الناس داروا أشياء فظيعة الإرهاب ما يقدرش يدير هاد الشيء كامل اللي داروه هما. وكانت من الناس يحموس يتدخل في هاد الشيء الإرهاب كيقتلوا الناس. هاد الناس راه أكتر من الإرهاب، خص تلقى عليهم القبض ويتحاكموا ويبانوا الحقائق ديالي. الرياح تنفض الغبار عن الجبال لكن لا تهزها استحضارا لمقولة الشاهد ياسر عرفات: أقول لك يا جبل ما يهزك ريح، خيط الحلال يرق وما يتقطعش. نيشان حقيقة الخيط ديال الحلال واخا يرق ما يتقطعش. استنفدت جميع المساطر القانونية هاد المجرمين شكون كيحميهم. أنا استنفدت جميع المساطر القانونية من 2015 وأنا ندير هاد المساطر القانونية. هاد الناس شكون اللي كيحميهم؟ وراسلت ناس معينهم صاحب محمد السادس نصره الله، راسلت ناس حامي، وفي التالي ما كيدير والو. يعني من يحمي هاد المجرمين؟ شكرا لكل من هاجمني بلسانه الصليط، المكر يواجه بالمكر. استغلال تلاميذ قصيرين في ملف مغامرة ما بعدها مغامرة، فهو بمثابة تعريض حياتهم للخطر. ومن المسؤول الجميع من المسؤول الجميع مسؤولية الجميع أن يحمي الأطفال لا أن يحتمي بهم. فالملفات التعذيبية نار حارقة وليست لعبة أطفال مسلية، حلها بين الكبار وليس باستخدام القصيرين. كيستغلوا قصيرين، يستغلوا الرجال الكبار، يستغلوا نساء الرجال، يستغلوا رجال ونساء، يعني يستغلوهم في هذا الملف ديالي باش يحرضوهم عليا، باش يشهروا بيا، وباش يطيحوا لي الهضره ويطيحوا من القيمه ديالي. الى ما اتحدنا الله يكون معك اخويا، الله ياخذ الحق في الظالمين. اللهم امين اخويا سعيد، الله يحفظك. اللهم امين، الله ياخذ الحق في الظالمين. حسبي الله ونعم الوكيل، وفوض امري الى الله. الموسم الدراسي 2014-2015 قبل هذا التاريخ كان مفصلي في حياتي. قبل هذا التاريخ كنت شاب طموح كان يرغب في تحقيق أحلامه. كنت أدفع السيرة الذاتية وكنت أجتاز عدة مباريات وظيفية حتى تعرضت لهذه المؤامرة البائسة. وشحال من طبيب أو مسؤول أو جمعوي أو قاموا بإخفاء السر بإفشاء السر المهني لصالح الجونات، وهذا القانون كيمنعه. شحال من واحد كان يهضر معايا بيني وبينه هضره في السر، وكيمشي ينشر هذيك الهضره ديالي، يمشي هذيك الهضره اللي صرات بيني وبينه كنحكي له بالسر، كيمشي يفشي هذا ضدي باش يفضحني وباش يشوهني وباش للمجرمين، باش يعاون دوك المجرمين. وهادشي القانون كيمنعو بطبيعة الحال، وكون يدخل القانون غادي كل واحد يتجازى على حقه وسادار. وأنا أناشد الرئيس المنتدب السي عبد النباوي باش يحقق مع هاد المسؤولين على عرقلة ملفي. أتمنى أن يتدخل كرئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأنا ديجا راني داير شكاية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وراه تحالت للنيابة رئاسة النيابة العامة. أتمنى أن يتدخل السي عبد النباوي ويكشف هاد السر، هاد الشيء اللي راه واقع في الملف ديالي. الوطنية فعل وممارسة، خصنا العدل بين المواطنين. وأنا دخلت في مخاصمة لبعض الأطراف مناصفة للشرفاء، وعدبت وأتمنى أن لا يخذلونني. شحال من شريف كنا ندافع عليه و في التالي بعلم سبتو تعذب عدبنا، أو صرا طيحوا لي شي حاجة بالقيمة ديالي. نتمنى ياخدها بعين الاعتبار هذاك اللي دافعت عليهم، وما يخل ويدير اللي خصو يندار، سواء احزاب ولا ناس شريفة ولا مع كلمات حق. هما بغاو وكيقول لك سير عند طبيب نفساني، راه ما عندك والو غير شي طبيب نفساني. بعد فشل الخطة خصنا بعد نتعالجو العلاج الجسدي عاد نمشيو للعلاج النفسي. ونسبة الإعاقة في الجسم في الجسد وخص الأطباء مستقلين.
والعديد من الجهات مساهمين ومشاركين في جريمة ديال هاد البيادق وديال المرتزقة. كما قلت انا ملي مشيت نشكي ونهضر على حقي ومشيت دافعت على حقي ومشيت درت شكايه للجمعيات ملي منها الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، ودرت شكايه في القضاء، ودرت شكايه في الجهات المسؤوله. تم طردت من الداخليه وداروا لي ملف ديال الشخص زعما بلي راك مرض عقلي، وجراو عليا من الدراسة وطيحوني خسروني في القسم. واللي راه متبع فيديوهات راه عارف واش راه واقع. وكذلك داروا لي تعتيم صحفي وتعتيم حقوقي. الحقوقيين ما كيديروش، حتى واحد ما دار معايا خدمته، ما دار معايا حتى شكاية نيشان ولا دار شي حاجة. كل واحد كيبقى يجبدني حتى ما كيدير في التاريخ، يشرجرني اعوام والتليفونات ونخسر التليفونات ونستنى وهادي، في التاريخ ما كيدير والو. وكان اللي نتمناو فيه خير، ولكن الاغلبيه 99% ما دارت حتى شي حاجه. عاد بالعكس، الا ما يكونش كيتواطئ ضدي ويطيح لي بالملفات ديالي، حتى هو تواطئ معاه وما يدير والو، هادشي راه كيعاقب عليه القانون، ولكن لا حياه لمن تنادي. وكذلك تعتيم صحفي، الصحفيين اللي حتى واحد ما بغى يصور معايا باش توصل الصوت ديالي، مع شايفين كنهضر غير في الصفحه ديالي على الفيسبوك، كيقولوا راه ما عندوش متابعين بزاف، راه ما غادي يدي والو، ما غاديش يوصل الصوت ديالو. ولكن كاين شرفاء اللي كيبحثوا واخا ما يكونش بنادم عنده الصوت ديالو، يوصلهم كلمه حق ومظلمه المظلومين. وكذلك شوف تي في اللي شحال كتصور، كل اي حاجه تصورها، هي انا اللي الملف ديالي ما بغاش تصور، هي انا اللي الملف ديالي ما بغاش تصور معايا، ما بغاش تصور الحقيقه. وكيمشي ويجيو هاد الصحفيين كيجرجروني، في التالي كيقول كاني جاي عندك صبر شويه، انا غير راني في المدينه ديالك. في التالي ما كيجيش، وما كيس لا ديال وجده لا ديال الغرب لا ديال كازا، حتى واحد ما بغى يصور معايا. وكذلك جريدة عبير اللي هي دايره بحال شوف تي في، صور ماشي قتل الانفس باش يطلو صور معايا. في الاخر كان تفاجأ بانه تصور معايا الدري نتاعو، رجع عندي العيون وهادي وصور معايا. في التالي ما لونصاش الفيديو في القناه، قال لك راك انت جبت البوليس. وانا واش درت البوليس؟ قال لي واش خرجوا معاك البوليس، يعني جاو مشيت للكوميساريه مشاو معاك البوليس، خرجوا معاك للداخليه ودار. وقلت له الصراحه، قلت له الحقيقه، قلت له راه ما خرجوش معايا، ونيشان راه ما خرجوش معايا ما خرجوش معايا، ما بغاو يشدوهم متلبسين، ما بغاو يعطوني زعما النمره ديالهم ونصوني لهم في الليل ملي نكون شاك بلي انهم غادي يعذبوني كيخدروني. نعيط لهم نقول لهم راه غادي يخدروني نص ساعه ولا روحوا، تشدوهم متلبسين. ما بغاوش يشدوهم متلبسين، ما بغاوش يشدوهم تهربوا. ودروكينات هما يخليهم يهربوا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ما كنعنيش كاملين، وكنتمنى من السيد تخيسي بعدا هو المسؤول على الشرطه القضائيه، راه بعض الناس في الشرطه القضائيه كيلعبوا بالملف ديالي وما خدموش خدمتهم. وهذا نتمنى تحرك ضدهم، ونتمنى يكونوا موصلين لك يعني الميساج للناس الشرفاء والناس اللي راهم اللي خدمتهم هذه يديروه. وكذلك كما قلت جريدة عبير، واش قلت لهم؟ قلت لهم اول حاجه قال لي راسل الملك. قلت له انا راسلت الملك في 2015 لحد الان، وهاد الناس مازال واش ضد الاراده الملكيه، ولا كيديروا ما يحنوا لهم، يعني كيقول لك حنا ما على بالنا حتى بشي واحد، يعني بالاجراء بالتعليمات اللي عطاهم الملك. يعني راسلته لك المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وراسلته حتى في القصر الملكي في 2015. قلت له راه الملك راسلته في 2015 وما حتى الان مازال ما تشد الظالمين، هاد الجونات مازال ما تشدوا. قلت له راه من 2015 ما تشدوا، وقلت له البوليس راه ما خرجوش معايا وما داروش. وقال لي واش كطلب دروكينات من الناس المسؤوله ومن المالك، وقال لي واش كطلب منهم. قلت له الحقيقه، قلت له انا ما كنتمنى لهمش هادو الحبس، كنتمنى لهم الاعدام، ماشي نتمنى لهم الحبس، يدخل مشو يخرج غول بحال اللي راه في لوطي سانكيت. وانا بغيت له الاعدام هاد السيد، ولا ندير لهم كما داروا لي، كما انا 6 سنين ديال التحريضات وضيعوني في السنين ديالي، وضيعوني في بزاف الحوايج، عده بزاف الحوايج اللي ضيعوني فيهم. اما ندير لهم تانا كما داروا لي، ونعذبهم كما عذبوني عام،
وبكل شيء له الفلوس اللي ضيعها اللي جريت بها وتنا ندير لهم كما داروا للمهم ندير لهم واما الاعدام. وكذلك قلت له وكما قلت له راه الملك راني راسلته ومازال ما القي القبض تاع واحد. وقلت له باللي البوليس بلي انا ما تخرجوش معايا وما داروا والو وهادي وهادي. وقلت له شي حوايج ما بقيتش عاد عاقل بالضبط. وقلت له باللي الحارس العام اللي توفى هذا الحارس العام اللي كان هو في الملف ديالي. قلت له الا كان هذا الشيء اللي دار الا كان هو سبب في تعذيبي وتواطؤ، لحقاش كانوا يجوا عنده التناس بالكومبلي والصنفيلات ولابسين كسوه ديال الدارك وكانوا يهضروا معاه. الا كان هو دار لي ملف وشارك مع هاد الناس اللي كانوا يقولوا لي حتى حنا مخابرات، وديك الدراري اللي كانوا معايا شي وحدين منهم وكانوا يقولوا لي علاش كنت جبت، مين كان الناس في الليل كان سمع الهضره كيقول لك علاش كنت جبت المخابرات، هاي المخابرات تعذبك. المهم هاك الشيء ملف طويل. وصلت الميساج، وصلت لسي عبد اللطيف حموشي عبر الصفحه ديالو، كتبت له قلت له هاد الناس راهم قالوا لي حنا مخابرات وعذبوني، وصلت الميساج لشحال من واحد. المهم كما قلت الى هادو مخابرات بصح خصهم يتجازاو، الا حنا في دولة الحق والقانون هذا الشيء ما ولا عليه الظهر، يعني ما بقاش هذا الشيء خصو يكون في بلاد الحق والقانون. الا كان هذا الشيء داروه مخابرات خصهم يتعاقبوا ويتحاكموا، ولا كانوا هذا الشيء غير كيكذبوا يزيد العقاب الدوبل لهم اضعاف. وكما قلت هاد كما الا كان هذا الحارس العام اللي مات دار لي هذا الشيء، قلت له راه الحساب عند الله، الشهود ملائكة والقاضي هو الله. قلت له نقف معاه، نقف انا وياه عند الله. قلت له الا كان غير هذوك الاشارات وغير هذوك التحريضات الصغار اللي كانوا يحرضوه وكان يدير معاهم وهذه وهذه، قلت له مسامح له دنيا واخره. مهم هذا الشيء اللي قلته. وقلت له جبت له شي دراري من المدينه ديالو هذيك المصور وهذه وهذه، قلت له راه ولاد تاوريت هما كانوا داخلين في الملف ديالي وهذه وهذه. وبان لي كان تفاجئ بلي تصورنا وضيعنا نهار وشحال، وحنا في التالي ما تلونصاش الفيديو، وناس يعني كيستغلوا هذا الشيء يعني باش الفيديو ديالي ما يتشافش وما يعرفوش الناس القضيه ديالي، وكذلك باش يبقاو يتشفوا فيا و كيقولوا راه ما غاديش تسمع له حتى واحد. وما شي حوايج صرا لهم نسبه قليله من هذا الشيء اللي صرا لي، صفتهم سنوات ديال السجن والى عندهم ولادهم ولا معرفتهم، وصيفطوا بسنوات من السجن وحاربوا جريمة ودار. يعني إذا كان الولد ديالو اللي صرا له واخا جزء بسيط من هذا الشيء اللي صرا لي أنا، بصح مين صرات فينا حنا ولاد الشاب هما كيتمرضنوا عليا. وحسبي الله ونعم الوكيل، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتمنى الخير في اللي جاي، ونعاود نناشد الملك محمد السادس ونناشد السعيد النبوي والسيد اللي راه رئيس النيابة العامة، والناس السيد اللي مسؤول على الشرطة القضائية، ولحقاش راه بعد الشرطة القضائية راه الملف ديالي راني شاكي الشرطة القضائية، راه حالته مجلس على الشرطة القضائية الحال النيابة العامة آخر شكاية. وانا كنت كشاكي حتى بالنواب وكيل الملك ونواب الوكيل العام للملك اللي كانوا تواطؤوا، ولكن كنت تفاجأ باللي الشكايه فاتت غير البوليس. المهم غنتمنى غادي يشوفوا الشكايات ديالي والملفات ديالي، ما ندير والو في المحكمه غادي يبان اللي راه يتعاون معاهم واللي ما دارش خدمته. ونتمنى اللي ما بغاش يحشم يتفصل ويتحاكم ويتسجن، ولا باش يبان يكون قدوه للناس اللي باغي تبيع وتشري في اعراض الناس. والسلام عليكم ورحمه الله. ونتمنى من الناس الخير اللي رحنا تاقين فيهم ما يلعبوش بينا وما ما يبيعوا وما يشريوا وما يكريوا. نتمنى يوقف الحق على يوقف الحق الناس الشرفاء اللي كان راس لهم ولا اللي كان شكي لهم ولا كذلك السيد المحامي اللي راني دايره وبغى يتعاون معايا مسكين في كل شيء. وكنتمنى يعني يكون عنده الأدلة باش يستخلص الأدلة باش يعاونني. وكانت من حتى الى استفدنا عند شي طبيب وقالوا لي كان شي طبيب ألماني ولا كان في الغرب، يعني الى شي واحد تعرض للتعذيب ولا يعني يشوفوا ويمركلوا نسبة الإعاقة
لقاش كاين اعاقه اعاقه، يعني كتكون نسبه الاعاقه واش 10% 20% 80%. لقاش انا كانوا يضربوني في رجلي العظام ديالي، كانوا يضربوني في التوري السنين وبزاف ديال الحوايج، كانوا يضربوني بشي مواد ولا كانوا يديروا فيا شي ما عرفوش على حساب الجينات ولا ما عرفوش كانوا باغيين يديروا هاد الناس، ولا التجاره في الاعضاء، ولا ما عرفوش كانوا باغيين يقولوا لي شي حاجه، ولا راهم رموا شي حاجه، ولا المهم كاين بزاف ما يدار في هاد الميل. وانت بكامل قواك العقليه وكتمشي للطبيب وكيلعبوا بيك، واللي ميت كات الروح غادي تدور الدويره ما يضربوا على هذاك السيد كاع ما يجبدوش كاع، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الشيء راه فاضي اللي كيوقف خص. ومشيت نشكي للمناديب ديال المندوب ديال الصحه، وكل واحد كيوعدني قدامي كان ديما كيدير والو، اي واحد راه متعلم هاد الطبيعه كيديروها لي، كل اغلب المسؤولين كيوعدوني بشي حاجه من اللي كانوا اللي ما كيديروا حتى حاجه، ما عرفتش شكون اللي علمهم هادي هاد كل الناس اللي كيقول لك غير شكي الله وهادي وهادي، كون صرات له هو شي حاجه وكره ما فوش هذا، بصح انا كيقول لك غير شكي الله وما تتبعهمش ما دير والو، انا نشكي لله، انا الله هو كل شيء، نشكي له هو راه عالم ما بيا، ولكن ناخذ بالاسباب، وهاد الشيء راه ماشي كاتبه لي الله، هاد الشيء راه فعل البشر، فعل الشر، الناس مسؤوله على واش كدير. يو حيدوا المحاكم ونحيدوا التنايا، هما التنايا نمشي نخلف لهم هذا الشيء اللي راني قلت حتى السيد رئيس النيابه العامه، قلت له عطيني حق الدفاع الشرعي، يعني ندافع على الشرف ديالي وندافع على هاد الناس اللي كتشوهني وكيتعداو ليا، انا نمشي نبقى ندير فيهم واش ندير، ونحيدوا البوليس، ما يبقاش ما يبقى لا عليا البوليس لا عليهم حتى واحد، ما يديونيش حتى انا للحبس، وحسبي الله ونعم الوكيل. هاد الشيء ما كنطلب من الله يبين لي الحق ديالي، وان شاء الله قادم بإذن الله. وهاد الناس كيبغيو يضربوني، نمشي نضرب شي واحد، اللي بغوني نضرب شي واحد ولا ندير فيه شي فضيحة، ندير فتحت يدي شرع يدي، نمشي انا ب 30 عام ولا، والاخرين يسلكو. انا كنتمنى هاد الناس كامل، لا لا ما هادوك الافارقة جنوب الصحراء اللي تواطؤوا في الملف ديالي، ولا هاد الناس اللي هربوا للخارج، ولا اللي في الملف ديالي، كنتمنى كل شيء تحبس وكل شيء تشد، واللي هرب ولا تحمل المسؤوليه نائبه الوكيل العام للملك اللي كنت نشكي لها نقول لها راه غادي يهربوا ما بغات دير معاهم والو، خلاتهم تهربوا. كنتمنى هاد الناس اللي دار فيا شي حاجه وهرب، ولا تحملهم المسؤوليه، يجيبوه يشوفوا كيديروا، يجيبوه تبادل يتبادلوا مع ديك الدوله ديالهم، ولا يديروا يشوفوا كيديروا، وحسبي الله ونعم الوكيل، واللي ما جابوش ليام يجيبوه العوام. هاد الناس اللي ما 2015 ما جابتهم، ان شاء الله اللي راه جاي ان شاء الله يجيبهم ربي، وحسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.